يا اهلا وسهلا يا صباح الخير ويا صباح السعاده وصباح الامنيات الجميله مره ثانيه على كل الناس اللي انضمت لمتابعه حلقه اليوم من برنامج صباحات سودانيه. واكيد بنجدد الترحاب بكل الناس اللي بتسمعنا عبر اذاعه سودانيه 24 على التردد 93.6. وصلنا معكم لاولى ملفاتنا والليله بنتكلم عن العمل التطوعي في رمضان، وسعيده جدا يكون معنا داخل الاستوديو منظمه شباب النجده، واسعد جدا اكيد بوجودك معنا دكتور محمد نادر مدير الامانه الطبيه. اهلا وسهلا بكم، صباح الخير. صباح الخير عليك استاذه تسنيم، صباح الخير على كل الأسر السودانية، صباح الخير عليكم قناة سودانية 24. إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين ظل على سهل. الله يسعدك يا رب العالمين، وأهلا وسهلا بك، ورحب بك برضو رفيدة رشاد عضو الأمانة الإعلامية، أهلا وسهلا بك. أول حاجة يطيب المقام ببدء السلام، السلام عليك تسنيم رابح، للأمية تسنيم رابح، السلام على كل متطوعي بلادي، السلام على منظمة شباب النجدة فردا فردا. الله يديك العافية. إحنا أكيد أغلبية الناس طبعا بتعرف منظمة شباب النجدة، واحدة من المنظمات اللي كانت منتشرة وتفاصيل طويلة فيها، لكن ما بيمنع ان احنا نذكر السادة المشاهدين والمتابعين مرة ثانية. معك يا محمد. في البدء تحية، او في البدء حابة اترحم على ارواح الضحايا في زلزال تركيا وسوريا، وحابي كمان انه اترحم على روح الاب الروحي اللي كان نحن بصفتنا مسوين الأب الروحي لمنظمة شباب النجدة، أستاذ صهيب سيد جلال له الرحمة والمغفرة، وربنا يجعل العمل القام به وشفيع له يوم القيامة. منظمة شباب النجدة هي منظمة غنية عن التعريف، كان بدايتها العام 2009، نشتغلنا فيها عدد من المشاريع خلال العام، بنشتغل الحقيبة الرمضانية، بنشتغل إفطار عبر طريق فرحة العيد، الأضحية لنا ولسوانا، بنشتغل على تفويج الحجاج، بيت الله الحرام، وعدة مشاريع خلال العام. يا سلام، موفقين إن شاء الله في 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 كل الجاي. بس يعني أستاذنكم هنطلع أنا وأنتم أستاذ المشاهدين نشوف واحد من الفيديوهات اللي أنتم شغالين على، وبيتعكس برضو الجوانب الداخلية لكم كمان الانسجام، نشوف ونجيكم تاني.
أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد وشغالين عليها، لكن يعني رفيدة أنا عايزة نتكلم أكثر عن الجانب الخاص بالأمانة الإعلامية، وده واحد من الأدوار اللي أنتوا بتلعبوا عليها اللي بتوثقوا بعد ذاك إنه طبعاً بتعلنوا للناس. صراحة الإعلام مهم جداً في أي منظمة، بيعكس للناس إنه أنت شغال كيف، خطة العمل بتاعتك كيف، إنه أنت حالياً وصلت شنو، عاوز تعمل شنو. فالإعلام والتوثيق مهم جداً. زي ما شفت حس الفيديو ده جزء من مشروع إفطار عبر طريق للسنة قبل الفاتت، لأنه السنة الفاتت كنا شغالين بصورة أقل شوية، والسنة وكان ظروف الكورونا وكان يداب البلد على استعداد إنها ترجع زي هي طبيعية زي أول وكده. فالإعلام مصداقية برضو ما تنسي. أيوة بالضبط كده. ففي ناس برضو بيطلبوا منك إنه أنت يعني أي شركة بتاخدي منها دعم أيا كانت، فبقول لك وين شغلك، عايزين نشوف صفحة الفيسبوك، يشوفوا هل أنت شغال بالجد. فما أي زول بدي يعني دعم ساي أو قروش ساي إلا هو يكون شايف انه في اجراءات بجد عمليه، تطبيق نظري وعملي ونتيجه للموضوع ده. فلازم اللجنه الاعلاميه تكون شغاله بكل النواحي، وزي ما احنا حاليا برضو معاكم هنا ده من دور اللجنه الاعلاميه انه نعكس للناس انه في حاليا مشروع شغالين فيه اللي هو الحقيبه الرمضانيه وافطار عبر الطريق. فافطار عبر الطريق ده مشروع كبير جدا جدا جدا، فعشان كده احنا بنسلط الضوء عليه لانه هو اكبر مشروع في افطار في منظمه شباب النجده. تمام، واكيد هنجيف عليه طبعا بالتفصيل في محاورنا. دكتور محمد نادر، يعني مجموعه من المنظمات في السودان، واكيد طبعا رساله التطوع هي رساله ممكن تكون شخصيه، واحد بيكون شايف انه اهدافه الشخصيه محققه هنا داخل المنظمه المعينه. فانت اخترت منظمه شباب النجده، وانت اخترت انك انت كمان تكون مدير الامانه الطبيه بحيث دراستك وشغلك وتفاصيل زي دي، وكمان الدور الاساسي انت تقدر تلعبه. فنتكلم عن احساسك الشخصي في تطوعك بمنظمه شباب النجده. طيب، منظمه شباب النجده انا اول التحاقي كان بالمنظمه العام 2015. كان شفت قدر شنو المتطوعين في المنظمة بيحبوا مساعدة الغير، بيحبوا العمل الطوعي. اشتغلنا معاهم عدة المشاريع في العام، وكان في شغف للعمل الطوعي، في شغف لحب المساعدة وحب انك تساعد، كون انك تساعد زول محتاج او زول بيحتاج للمساعده، فبتحس بسعاده وبتحس بشغف جواك. جميل. يعني احنا قبل شويه شفنا كمان في الفيديو مجموعه من الشباب المتطوعين، فهذه عدديه ضخمه جدا ما شاء الله، عدد المتطوعين كبير جدا، لكن ما لم تكن في يعني هيكل مثلا وظيفي او هيكل منظم او تفاصيل اداريه للادارات لغير هم مقسمين مثلا على ادوار معينه، ما بدي مثلا ادارتهم او توظيفهم بطريقه كويسه. فكيف انتم شايفين الجانب داخل المنظمه؟ والله صراحه احنا مقسمين جوا الى لجان زي ما بتقولي او امانات. فكل امانه بتكون مختصه بالجانب بتاعها. مثلا احمد نادر، هو محمد نادر، هو بالجانب الطبي، فبكون مثلا مسؤول من القوافل الطبيه، مسؤولين من سواء كان في اليوم العالمي للسكري وغير من الايام العلاجيه والقوافل الطبيه اللي بنطلعها. مثلا الامانه الثقافيه بتكون زي ما لاحظت في اخر الفيديو، في برنامج كل يوم بعد الافطار، بعد المتطوعين يفطروا، في برنامج ثقافي بيكون على الاقل ولو بسيط، بنستضيف فيه الشركه كانت راعيه مثلا للاسطب المعين او لاسطبين او ثلاثه سواء ايا كان عدد الاسطبات. فصراحه
احنا جوا داخل المنظمه كلنا سواسيه، فبس كامانات او كرجال بنكون بس كاسم وظيفي ما كاسم تطوعي بس ما اكثر يعني، والترتيب الداخلي كمان بالضبط. طيب يعني دكتور محمد، مشاريع كثيره انتم عملتوها ولسه كمان بتفكر انكم تعملوها كخطط مستقبليه، لكن لازم يكون طبعا في مصادر خاصه بتمويل، فكيف بتجيبوا التمويل ده رؤيتكم الداخليه؟ التمويل للمشاريع بيكون بواسطه الشركات الراعية للمنظمة، بنعمل خطابات قبل المشروع بفترة، بنوجه خطاباتنا دي للشركات ولرجال الأعمال. الشركات هي بعدك بتتبنى المشروع اللي حنقوم عليه إن شاء الله. نعم دي حاجة جدا جميلة، ويا رب موفقين كمان في الجاي. المشروع اللي انت ذكرت اللي هو ده أكبر مشروع بتقوم به المنظمة، يا ريت نقف عليه بالتفصيل، متين بيتم التحضير ليه، وشباب بتنشروا الاحتياجات بتاعتكم مثلا في حته معينه ولا بتعملوه كيف؟ طيب مشروع افطار عبر طريق هو في الاصل اصلا احنا بنطلع الاسطبات على اذان المقرب، بنفطر كل الناس المارة في الشارع اللي هم قطع بهم الطريق، ان هم ما قدروا يلحقوا يوصلوا الافطار في النقطه اللي هم ماشيين ليها. فحاليا احنا بدينا المشروع لنا اكثر من 3 اسابيع. بدينا في توزيع الخطابات، بدينا في نشر الدعوات للاستضافات وغيرها، وان شاء الله بدينا لقينا استجابه قويه من الشعب كله صراحه يعني الحمد لله. فحاليا ترتيبات ماشي زي ما هي، في كثير من الشركات بدات تدينا ردود، بدأوا يدونا قبول يعني بشارات انهم ان شاء الله حيكونوا واقفين معنا، ان شاء الله حيكونوا واقفين بصورة اكبر واشمل من السنين اللي فاتت. يعني هم اساسا هم بيكونوا معنا مثلا لهم حكايه بتاعت 6 سنوات مثلا. شركة سوداني كانت معنا وبترعى اسطبين 3 اسطبات بالصورة الكاملة. فان شاء الله بدوا يدوا بشريات انهم ان شاء الله بالسنة دي اكبر من السنين اللي فاتت. يا رب موفقين ان شاء الله في كل الجهة. طب في ترتيبات بتكون عندها علاقة مثلا بحقيبة رمضانية، ولا بس كل التفاصيل اللي بتجي انتوا بتكونوا على المشروع بتاع الافطار الطريق ده؟ هي مش الحقيبة الرمضانية وافطار عبر طريق بنبدأ لهم التجهيز بيكون سوا. تمام. افطار عبر طريق طبعا احنا الهدف الاساسي من افطار عبر الطريق هي تقليل الحوادث اللي بتحصل مع الاذان بتاع المغرب. فبنستهدف الاسطبات اللي بيكون فيها زحمة شديدة في العاصمة المثلثة. ايوه. عندنا هول شركات بتدعم الحقيبة الرمضانية وافطار عبر طريق، منهم بدري للطيران، سوداني، ساحل، برج الساحل والصحراء، وبنك البركة، بنك النيل، عدد من الشركات بترعى المشاريع. طب بنتكلم عن ظرف اقتصادي سيء، اغلبيتنا طبعا على علم بيو، فالترتيبات الخاصة بالحقيبة الرمضانية انتوا اذا بتتكلم عن اعداد مثلا في السنوات الفاتت ممكن يكون اذا افترضنا 5000 الان انتوا محتارين ل 25000 او يمكن اكثر، فكيف برضو طريقتكم الداخلية للترتيب؟ والله هو طبعا في الظرف الحالي ده أغلبية الناس بقت محتاج أكثر لموضوع بتاع الحقيبة الرمضانية نسبة للظروف اللي بتمر بها البلاد. فبنلقى طبعا صعوبة ما زي السنوات الفاتت، بنلقى صعوبة في الموضوع بتاع الميزانية للحقيبة الرمضانية وكده. فحاليا مستهدفين عدد بتاع 1000 حقيبة رمضانية إن شاء الله. على حسب الدعم الحيجين إن شاء الله، إذا بقى في أكثر هنعمل عليه أكثر من 1000 حقيبة إن شاء الله. تمام. رفيدة، خططكم المستقبلية كمنظمة شباب النيتام، حابين تعملوا شو وتحققوا شو؟ والله نطور أكثر من نفسنا ومن المتطوعين بتاعين المنظمة، سواء كان بالدورات التدريبية، فمن هنا بناشد كل مراكز التدريب إنهم يفتحوا الباب للمتطوعين، لأنهم صراحة أكثر حوجة للتنمية، لأنهم إذا المتطوع يتنمى بحد ذاته هيستفيد هو بحد ذاته، حيفيد أسرته، حيفيد المجتمع اللي حواليه، فبكده السودان كله حيكون مستفيد، السودان كله حيكون واعي، السودان كله حيكون حينهض لقدام. ممتاز. فدي من أول الخطط إن شاء الله. إن شاء الله موفقين يا رب. دكتور محمد، أنا طبعا في الجانب بتاع العمل التطوعي ده رسالتي لكل جهة خيرية أو جهة مانحة، إنه البلد محتاجة لكم، محتاجة لوقفتكم مع المتطوعين أو جهات اللي بتقوم بالدعم، المبادرات، المنظمات غيره، فحاولوا أدعموها وساعدوها علشان البلد محتاجة لكم. العمل التطوعي بالنسبة للمتطوعين رسالتين، والعمل التطوعي ده بيعلمك حب الوطن أول حاجة، بيعلمك حب المساعدة، إنك كونك تساعد غيرك.
فدي رسالة لكل متطوع حاب ينضم لمنظمة شباب النجدة. عندنا اجتماع دوري ثابت في الساحة الساعة 4:30 عصرا، ورسالة كذلك لكل شركة حابة تكون معانا إن شاء الله في مشروع إفطار عابر طريق أو الحقيبة الرمضانية بالدعم إن شاء الله. تمام، أنا سعيدة جدا بوجودكم معايا، وإن شاء الله دائما موفقين، وتتجدد كمان لقاءاتنا عبر صفحاتنا السودانية، ونقف على الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع. لكن لو حابين توجه رسالة أخيرة، ومنها برضو أنه كيف الناس تصلكم، أنت تفضلت وذكرت الاجتماع بتاع الساحة الخضراء، لكن الناس هل في أرقام مثلا بتاع التواصل، هل في صفحة بتاع فيسبوك أو أي حاجة ممكن الناس تقدر تتواصل عن طريقة معكم؟ بنحن بقول لكل متطوعين بلادي أنه الاجتماع الساعة 4:30 كل سبت في الساحة الخضراء أو ساحة الحرية بعد شرق النافورة كل سبت الساعة 4:30. أما بالنسبة لأرقام التواصل 09-215-2020-7 09-215-2020-7. عندنا صفحة الفيسبوك بمنظمة شباب النجدة، بيلقوا فيها كل التفاصيل، بيلقوا فيها برضو اختار الاجتماعات الدورية اللي هو كل سبت بنراجع فيه انه احنا عملنا شو في الاسبوع مشان اي شركة وكذا. فمن هنا بقول لأي متطوع انه حاب يكون معانا، حاب يكون عضو في منظمة شباب النجدة، ولأي شركة حابة تكون داعمة للبرنامج، ان شاء الله تتواصل معنا في الارقام او تزورنا ان شاء الله كل سبت الساعة 4:30. موفقين ان شاء الله. انا سعيدة جدا بوجودكم معانا دكتور محمد نادر وكمان رفيدة رشاد، شكرا، موفقين يا رب العالمين.